هد هدي يا مدور للتحدي انت عندي ما تسع. عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ كيف التوب؟ ان شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية. قد بديت بخطات بدأت تشارك بالغلاء في اليوم بكل فلوق. شوفنا انا الان انتظر للباص عند البيت هنا، يعني الساعة 7 عند اشوف الاقوى هنا، صوتي مشحب مريض. شوف كيف القوة عندنا، كانوا في هناك طلبة لقى الباص الآن شلاهم. يلا بكمل فلوق.